عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شعيب حمدوش من الجزائر، عمري 26 سنة، درست هنا في الجزائر ماستر في علم الاجتماع، وسأكمل إن شاء الله تعالى في نفس الاختصاص دكتوراه في جامعة من جامعات تركيا بإذن الله. وكما تعلمون أنه أي إنسان يريد الدراسة في جامعة دولية في تركيا يطلبون منه شهادة عالية جدا في اللغة الإنجليزية. وأنا درست هنا في الجزائر اللغة الإنجليزية، لكن حقيقة ما حصلت شيء لا بأس به إلا عندما ذهبت إلى تركيا وتعرفت على أستاذ من الأساتذة الذين درسوني اللغة الإنجليزية، وهو التيتشر ناصر حفظه الله. الأستاذ ناصر يتميز بعدة أمور. الشيء الأول أنك إذا درست عنده اللغة الإنجليزية تحس بالراحة التامة، يعطيك الراحة التامة في التدريس، فتجد نفسك وكأنك يعني مع صديق من الأصدقاء. هذه ميزة أولى يتميز بها الأستاذ ناصر. الميزة الثانية أن الأستاذ ناصر يرتقي بك في سلم اللغة الإنجليزية، يعني أنت تدخل الليفل تاعك، يعني المستوى ضعيف جدا أو شبه منعدم أو منعدم، فتجد نفسك مع مرور الأيام والأشهر أنك ترتقي في سلم الإنجليزية، وبعدها تستطيع أنك تتكلم وأنك تستطيع أن تكتب بدون أي عقدة. كذلك الميزة الثالثة أن الأستاذ ناصر يخليك تتكلم، يعطيك الفرصة أنك تتحدث معه باللغة الإنجليزية بدون أي عقدة. وهذه الميزات الثلاث لا توجد عند الكثير من الأساتذة، وأنا أقول هذا عن وعي، لأنني درست اللغة الفرنسية ودرست اللغة العربية عند الكثير من الأساتذة، لكن الأستاذ ناصر صراحة، وهذه شهادة لله، أنه من أحسن الأساتذة الذين مروا علي في حياتي العلمية والأكاديمية. ننصحكم بالتيتشر ناصر، وربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأستاذ ناصر إن شاء الله. ما كنتم شرحين تندموا إن شاء الله، لن تندموا إذا درستم عند الأستاذ ناصر. السلام عليكم.